الالتزامات بيحطوها الاهل على البنت والولد من هم صغيرين. فما تلاقيش مثلا انا برضو موجود في كل مكان بس في عادات سلبيه زي التدخين، زي ان انا واحده الاقي واحده مش محجبه مع احترامي للجميع، بس ده تلاقيه في الصعيد بنسبه قليله جدا لان هم اترسخت عندهم البنت لما تكبر تلبس حجاب. دي حاجه افتخر بيها جدا واتمنى ربنا يثبتني بيها الباقيين يا رب. شكرا. معانا المتسابقة الثانية أسماء مجدي. زي ما اتكلمت كده في أول مرة بالتعريف ليا، أنا قلت إن أنا بشتغل مدرسة ماس، كمان مسؤولة أو مدربة لياقة بدنية، بالإضافة إن أنا عندي هواية عزف الموسيقى. من خلال دراستي وتعاملي مع الأطفال وخاصة من سن تانية ابتدائي لحد ستة ابتدائي، الجيل ده هو البذرة النواة، بس للأسف الجيل ده ما تقدرش تديله أمر مباشر إن هو يعمل كذا أو لا ده غلط ده صح. ففكرت أنا ليه ما أعملش ميكس ما بين الحاجات اللي أنا درستها والحاجات اللي أنا اكتسبت فيها خبرة وأطلع نظام تعليمي جديد اسمه ريبليتيشن أند موفمنت إدوكيشن. ده بيعتمد إن أنا إزاي أوصل للطفل أو إن أنا أديله قيمة معينة أو أعدله سلوك معين، أو إن أنا إزاي أديله خبرة علمية أو أوصله لحاجة خاصة. خلينا نتكلم عن مادة الماس اللي أنا متخصصة فيها، إزاي مثلا التايم تيبل اللي كل الأطفال بتعاني منه، إزاي أخليه يحفظه، كمان إن أنا أخليه يكتسب حاجة زي مثلا التعاون، الصداقة، حاجات تانية عن طريق الريبلاي رول إن هو مثلا يبطل تنمر وي وي وي. كمان الطلبة الضعيفة تحصيليا، أنا المشروع ده بشتغل عليه تقريبا بقالي سنة، الحمد لله بفضل الله ناس كتير زي اللي بتسمى عندنا في المدارس اسمها كيسز. أنا اكتشفت إن مش حاجة اسمها كيسز في المدارس، كل طفل دي قدرة بإيدينا إحنا اللي نقدر نعلي القدرة دي لو اشتغلنا عليها صح. كل طفل ليه مدخل نقدر ندخله، عشان كده انا قررت ان انا اعمل ميكس ما بين الثلاثه واقدر اوصل تعديل سلوكي، قيم ومبادئ، كمان حالات علميه. والحمد لله الكيسز النهارده تحصيلهم بقى اعلى كتير، والناس اللي عندها مشاكل سلوكيه تعديلها بدا، التعديل السلوكي بتاعها بدا يتظبط عن الاول. شكرا. ازيك يا اسماء؟ بصي دلوقتي انت بتتكلمي في المنتاليتي بتاعت الجيل الجديد، ودي حاجه كويسه جدا وعجباني. تمام. عندك افكار بقى تقدري تستغلي، لان دلوقتي كله مرتبط بالسوشيال ميديا، فانت طبعا. لحد ما الطفل مثلا يوصل لك لمرحله ان انت توصليه بقى ان انت تعلمي ماس او كده، تقدري بطريقه اندايركت كسوشيال بقى توصليه ان هو بيفتح يوتيوب، فاتح، عندك افكار في الحاجات دي ان انت توصليه لحد ما يوصل لك يكون اوريدي جاهز؟ الطفل في المرحلة العمرية دي خلينا نقول ان هو بيتأثر جدا بشخصيات ناس معينة، وخاصة لو هو ذو تأثير عالي. الفكرة بتاعت المشروع بتاعي بتعالج ان انا مثلا انا في سوشيال ميديا فبتفرج على تيك توك مثلا، حد بيقدم مسرحية، حد بيقدم اغنية، من خلال المشروع بتاعي اللي هو ريبليتيشن اند موفمنت بقدم المسرحية او بقدم الاغنية بس بشكل هدفي تعليمي، ازاي اقدر اوصل له قيمة واسلوب وكمان موضوع بشكل هو بيحبه. اقصد الطفل ده لازم يوصل لك في المكان بتاعك او في الاريا بتاعتك عشان توصليه كده، ولا انت اللي هتروحي له؟ هو اولا لازم يحب الشخصيه اللي قدامه. يعني انا جالي مسجات من اولياء امور، انا بنتي بتروح تقول ميس اسماء قالت كذا، انا بدات الاحظ ان بنتي اول ما بتيجي بتقلدي، بنتي بتيجي تقول ميس اسماء كانت لابسه كذا، فانا نفسي لما اكبر ابقى زيها او البس زيها. فبدات احس ايه ده، طب ما في تاثير، عامل تاثير على الاطفال، انا هستغل ده ان انا احقق الهدف اللي انا بوصله من زمان. فهو لو حابين هيقدر ياخد مني كل معلومه. شكرا جدا. معانا خبيره التجميل المغربيه زهيره علياني. حابين بقى ان انت يعني توجهي لنا برضه سؤال لو عندك اي سؤال ليه. ممكن السؤال تاني بس عشان الصوت حضرتك كان واطي شوية. اتفضلي.
ما هو النموذج للمرأة الناجحة المستهدفة؟ من وجهة نظري أنا كأسماء موجودة النهاردة في المسابقة، أنا شايفة إن كل ست هي فعلاً قوية طالما بتستمد قوتها من الداخل مش من عوامل خارجية. مفيش حد فينا ممرش بتجارب سيئة أو مواقف وحشة في حياته، بس الست القوية اللي تقدر تستفيد من الخبرات السيئة اللي عملتها في حياتها وتقدر تنجح من خلالها. طالما هي بتعتمد على ذاتها، هي اللي بتشجع نفسها، كمان واخده بالها من شغلها، بتمارس هوايتها المفضله، بتاخد بالها من صحتها ولياقتها، فهي كده انا شايفه ان هي تمام مستفيده. شكرا اي اسئله تاني؟ شكرا جدا لجنه التحكيم. شكرا يا اسماء. معانا كمان المتسابقه ايه عبد الرحمن. اتفضلي ايه. مساء الخير، اعرفكم بنفسي تاني. فنانة زينة منصور معانا في لجنة التحكيم. نورتينا يا فنانة. السلام عليكم المرة التانية، اعرفكم بنفسي تاني. انا اسمي آية عبد الرحمن، بكالوريوس اعلام جامعة القاهرة، وكمان المشروع بتاعي ليه علاقة قوي بمجال شغلي. أنا إنفلونسر وكمان مدير التسويق لشبكة إلكترونية، فعندي مشروع ليه علاقة بكم المسجز اللي بتجيلي من خلال شغلي. فئات عمرية كتير قوي قوي قوي، كل يوم بتلقى مسجات على صفحاتي. أنا عندي مشكلة ما، أنا مش قادرة أواجه أهلي، مش قادرة أواجه المجتمع، انا بثق فيكي جدا وعايزه احكي لك مشكلتي. ابدا معاها الكلام، ايه هي مشكلتك؟ تقول لي عنف اسري، ختان مبكر، تحرش، اي حاجه من الحاجات اللي بنسمعها من الفئه الاندر ايج. نيجي بقى للبنات الكبيره شويه، الانفصال. انا بتاذى نفسيا من اهلي، بقيت انمروا عليا في الشغل وبتبتدي تعيط. فانا حسيت ان دي امانه ربنا يسالني عليها يوم القيامه. عملتي ايه بالموقف بتاعك كايه؟ عملتي ايه؟ افدتي البنات دي بايه؟ فحبيت ان انا اشترك معاكم في المسابقه، علشان الفكره جت لي من هنا، ان انا يبقى عندي مؤسسه خيريه او جمعيه خيريه، لان مسمى جمعيه خيريه بيبقى ليها علاقه بالاكل او بالشرب او باللبس او بالعلاج، لكن انا هيبقى الجمعيه بتاعتي تاهيل نفسي لكل البنات اللي عندها مشاكل نفسيه. وكمان انا غير مختصه، يعني انا لما اتكلم في تخصصي، فتخصصي سوشيال ميديا، بدي ايوه المعلومه من قلبي كان اللي بتكلمني اختي، بس انا عايزه ناس متخصصه تبقى معايا. ان شاء الله حلمي كبير ان المشروع بتاعي ينتشر في محافظات كتيره. انا لو بدات انا بمشروعي كمكان صغير على قدي، اتمنى انه يكبر ويبقى في كل محافظات مصر، ودي امانه انا اكيد هتسال عليها في يوم من الايام. وارجع اقول لكم انا بدي نصيحه من اهلي، من قلبي لاخواتي اللي بيسالوني على السوشيال ميديا. شكرا. شكرا جدا يا ايه. معانا